السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. الحلقة بتاعنا النهاردة إن شاء الله هتكون عن جوجل أدسنس وإزاي تضاعف أرباحك من جوجل أدسنس. هشارك معاكم تجربة أو استراتيجية أنا اتبعتها، وفي نفس الوقت هشارك معاكم تجربة رغيب أمين أو المحترف أو الاستراتيجية اللي بتبعها رغيب أمين علشان يزود الترافيك عنده في البلاج وفي نفس الوقت يضاعف أرباح جوجل أدسنس. نطلع فاصل ونبدأ حلقتنا على طول. Welcome to the desert of the real. البداية من ثلاث فيديوهات أنا نشرتهم على القناة الأسبوع اللي فات، كان في فيديوهين منهم عن الأفلام أو سيرفرات الأفلام، وفي فيديو عن برنامج التعرف على اللوجو. لو أنت رجعت الفيديوهات واتفرجت عليها هتلاقيني بنشر محتوى أو بعرض محتوى أو بشرح محتوى، والمحتوى ده أساسه يعني جزء، هو عبارة عن جزء من المعلومة مش معلومة كاملة. علشان تحصل على المعلومة كاملة لازم تنزل تحت في الديسكريبشن أو الوصف وتلاقي لينك، تضغط على اللينك يحولك للبلاج أو المدونة علشان تاخد المعلومة بالكامل. زي برنامج التعرف على الوجوه، انا شرحت ازاي تستخدم البرنامج، ولكن عشان تعمل داونلود البرنامج هتلاقي رابط التحميل في الديسكريبشن. ما حطيتش الرابط بالكامل او ما حطيتش الرابط دايركت، لا انا حطيت لك رابط للمدونه علشان تدخل في المدونه تقرا التدوينه وفيما بعد توصل للرابط من المدونه. بالمثل سيرفرات الافلام، انا شرحت سيرفرات الافلام، قدمت الروابط بشكل ما، ولكن علشان تحصل على الروابط وتقدر تحصل على السيرفرات لازم توصل للمدونة. وهنا هنيجي للتشانلز او السوشيال ميديا او الفانل. جايز انا اتكلمت قبل كده، كان حلقة كنت اتكلمت فيها عن دكتور سيد العسال، وذكرت تحديدا شوية استراتيجيات اهمها انك لما يكون عندك اكتر من فانل في مجال التسويق عامة، اكتر من فانل او اكتر من قناة بتتواصل معها مع المتابعين او مع او بتكون مصادر للترافيك عندك، حاول تركز على قناة واحدة منهم تكون اساسية، وبناء على القناة دي او انطلاقا من القناة دي تبدأ تكبر القنوات الباقية اللي عندك. في ماتريكس 219 اكبر تشانل موجودة معانا هي اليوتيوب، فيها عدد متابعين كبير، الترافيك اللي على اليوتيوب اعلى من الترافيك على البلوج واعلى من الترافيك على بقية السوشيال ميديا بالكامل، سواء لينكد ان او تويتر او بنترست او فيسبوك. فبالتالي لازم استغل الفانل دي بشكل ما واحصل على ترافيك على بقية الفانلز. عن طريق البلوج انا بحصل على زيارات، عن طريق الفيسبوك بحصل على لايكات للصفحة، عن طريق اللينكد ان بحصل على اصدقاء جدد وبحصل على ترافيك لليوتيوب، بنترست نفس الشيء، تويتر نفس الشيء، جوجل بلس نفس الشيء. اللي انا بتكلم فيه ده هو نفس استراتيجية رغيب امين او المحترف، هو بالمثل. لو انتم رجعتم للفيديوهات القديمة بتاعت رغيب امين من 3 سنين او من 4 سنين هتلاقهم في الديسكريبشن او في الوصف بتاع اي فيديو كان بيحط روابط الفيديوهات، بيحط لك لينكات الفيديوهات لو انت عايز تشوف الحلقات اللي قبل كده. لكن الفيديوهات الحديثة كلها او كل الفيديوهات الجديدة اللي بينزلها بينزل لك لينكات لروابط الفيديوهات، ولكن على المدونة على البلوج مش على اليوتيوب نفسه، لسببين. السبب الاولاني ان هو بيستغل الفانل كيوتيوب او كقناة يوتيوب ان هو يحصل على ترافيك للبلوج، فبالتالي بيقدر يحصل على باك لينكس، بيقدر يحسن ترتيب البلوج في أليكسا او ترتيب الموقع على مستوى مواقع او على مستوى العالم ككل. النقطة الثانية ان هو بيقدر يضاعف ارباح اليوتيوب او ارباح ادسنس. طيب ازاي يضاعف ارباح ادسنس؟ في مشكلة عندنا اساسية في اليوتيوب، وهي انك لو الفيديو بتاعك اقل من 10 دقايق ما بتقدرش تعرض اكتر من اعلان واحد بس في الفيديو. وعلشان تعرض فيديو مدته 10 دقايق ده بيكون صعب جدا، صعب انك تقدر تحصل على انتباه المتابعين، ان الناس اللي بتتفرج على فيديو تقدر تستمر معاك في الفيديو، انك تاخد من وقتهم 10 دقايق كاملين علشان يتفرجوا على الفيديو. حتى في الفيلوج، يعني اغلب الفيلوج لو حد منكم بيتابع قناة كيسي نستيت هتلاقوا اغلب التدوينات بتاعته او الفيلوج اللي بيعرضه ما بيتجاوزش 4 دقايق او 7 دقايق كماكسيمم، ما بيعديش السبع دقايق باي حال من الاحوال. لو هو قدر يوصل ل 10 دقايق فبالتالي هيضاعف ارباحه في الاعلانات 1000%، يعني مش 100% ولا 200%، لا 1000%، لانه هيقدر يحط 10 اعلانات كامله في الفيديو. طيب نيجي هنا بقى لسياسه الاعلان على الفيديوهات في اليوتيوب.
اي فيديو على اليوتيوب هتلاقيه حاجة من ثلاثة، يا اما مدة الفيديو 8 دقايق، يا اما مدة الفيديو 10 دقايق فيما فوق، يا اما مدة الفيديو اقل من 8 دقايق. ليه 8 دقايق وليه 10 دقايق وليه اقل من 8 دقايق؟ اقل من 8 دقايق فانت بيظهر عندك اعلان عادي، يعني اعلان اللي هو بيكون اعلان صغير، ده شاشة الفيديو زي ما هي واضحة قدامنا كده، بيظهر عندك مستطيل صغير كده في اعلان، ده على الفيديوهات اللي مدتها اقل من 8 دقايق. وكل 8 دقايق من المشاهدة على القناة بيظهر لك اعلان مصور، اللي هو الاعلان اللي بياخد الحيز الكامل بتاع الفيديو، اللي هو بيظهر فيه تحت عندك تخطي الاعلان او سكيب اد. فبالتالي الاعلان المصور مش هيظهر عندك الا لو كان مدة المشاهدة اكتر من 8 دقايق. نفترض ان الشانل عندي او القناة مفيش عليها اي فيديوهات باي حال من الاحوال غير فيديو واحد بس. لو انا عايز احقق ارباح كويسة من الفيديو ده، فانا بكون حريص ان الفيديو يكون مدته حد ادنى 8 دقايق، فانا بكده اضمن ان الاعلانات اللي هتظهر على الفيديو عندي هي الاعلانات المصورة بس، على اعتبار ان اللي شاف الفيديو شافه للنهاية. متفقين على النقطة دي؟ فاستهداف الثمان دقايق هو استهداف للاعلانات المصورة اللي بيكون فيها سكيب اد، وطبعا دي بيكون قيمتها او المقابل الاعلان بتاعها في المزايدة في جوجل ادوردز اعلى بكتير جدا من الاعلانات العادية اللي بتظهر عندك كشريط مستطيل او بانر صغير تحت الفيديو. اقل طبعا من 8 دقايق اللي هو فرنج من 3 دقايق ل 5 دقايق، ده بيقلل احتمالية ظهور الاعلانات المصورة بنسبة كبيرة. لو انا عندي الفيديو 8 دقايق فلو حد اتفرج عليه بالكامل انا ظهر عندي اعلان مصور كامل. لو الفيديو 3 دقايق فانا كل 3 فيديوهات او كل مثلا فيديوهين و8 من 10 بيظهر، او بعد 3 فيديوهات بيظهر عندي اعلان واحد مصور، فبيقلل امكانية ظهور الاعلانات وبالتالي بيقلل من العائد او الارباح. طيب نيجي للمستوى اللي بعد كده اللي هو 10 دقايق. لو انت قدرت توصل مع المتابعين لفيديو 10 دقايق فيما فوق، فاليوتيوب بيديك امكانية انك تحط كل دقيقة اعلان، وبالتالي الفيديو اللي مدته 10 دقايق ممكن تحط فيه 10 اعلانات كاملة. بمعنى ان في اعلان في البداية، في اعلان في النهاية، في النص 8 اعلانات، كل دقيقة في الامكان انك تحط اعلان. طيب خلينا نوصل بقى لمستوى بروفيشنال شوية ومستوى احترافي شوية، انك قدرت انك تستغل الهندسة الاجتماعية او التواصل مع السبسكرايبرز او المتابعين بشكل ما، انك توصل بالفيديو لمدة 10 دقايق ومحدش يمل او يقفل الفيديو حد ادنى بعد 5 دقايق. يعني نخلي مثلا المعلومة وصل معاك السبسكرايبر او المتابع لمدة 5 دقايق وبعدين قفل الفيديو، فهو شاف حد ادنى 5 اعلانات، اعلان في البداية واربع اعلانات بعد كده. طيب انا عايز ازود الارباح اكتر من كده، وصلت للعشر دقايق وعايز اكون بروفيشنال اكتر من كده وعايز ازود الارباح، ممكن بستخدم خدعة الباك لينكس، او ان انا احط لينكات لفانل تانية زي البلاج، وده اغلب الناس اللي بتستخدمها في الشروحات لما يكون عندك شرح فيه روابط، ما يحطلكش الروابط دايركت. يعني مثلا وليكن خليني بشرح برنامج لكراك الداونلود مانجر، ممكن احط لك في الديسكريبشن او الوصف رابط تحميل الكراك دايركت على طول، اضغط هنا هتوصل لتحميل الكراك. لا، انا ممكن استخدم بقى استراتيجية تانية. في بعض الناس بتستخدم الاد فلاي او اختصارات الروابط وبتحقق منها ارباح اللي ما عندهاش مدونات. الناس التانية اللي عندها مدونات او الاشخاص اللي عندهم مدونات بيستخدموا رابط للمدونة، بيجبرك انك تدخل المدونة تفتح الصفحة علشان توصل للرابط. في ناس بقى بتكون طماعة شويتين ويدخلك المدونة ويحط لك الرابط ويحط لك مع الرابط الاد فلاي، بس هي في الاغلب يعني الناس ما تقدرش حق نجاح وانتشار كويس، لان انا كمتابع علشان اقدر اوصل للينك تدخلني على رابط 2 3 4 انا هزهق. بالاضافة ان الاد فلاي 90% من الناس بدأت تكره الاد فلاي وروابط الاد فلاي علشان التروجنز او السباي وير اللي بتنزل من على الموقع. في ناس بيكون تفكيرها في القناة بس، ما بتهتمش بالسوشيال ميديا، ما بتهتمش ان يكون عندها فيسبوك، ما بتهتمش ان يكون عندها لينكد ان، بنترست. وبنترست انا جايز اكدت عليه في فيديو فات وقلت يا جماعة البنترست ده حاجة مهمة جدا جدا جدا، اقوى الباك لينكس الفري المجانيه اللي انت ممكن تحصل عليها سواء لليوتيوب او سواء للبلوج هتقدر تحصل عليها من البنترست، ده بالاضافه للتويتر وجوجل بلس والفيسبوك. طيب انا لو عندي فيديو اتنشر على القناه وقدرت عن طريق الفيديو ده احط رابط يوجهك للبلوج، فانا استفدت هنا من الاعلانات واستفدت من اعلانات البلوج. طيب واخدت الرابط بتاع الفيديو حطيته على الفيسبوك في الصفحة، فانا عملت ترويج للصفحة بتاعتي، اصبحت المنشورات بس مش مجرد منشورات عادية او صور او او او, أو مقالات، لا ده اصبح فيه محتوى فيديو كمان بيتعرض في الفيسبوك. نفترض انك شفت الفيديو بتاعي على الفيسبوك، فانا استفدت
من بده استفدت ترافيك على الصفحة، دخلت على اليوتيوب اتفرجت على الفيديو، ضغطت على الرابط اللي في الوصف، دخلت على البلوج. فانت هنا عملت منظومة متكاملة للتسويق. وقيس على ده الفيسبوك زيه زي لينكد ان، بنترست، تويتر، جوجل بلس. فانت بتقدر تكبر الفانلز اللي عندك، تقدر تحصل على متابعين اكتر في مجموعة السوشيال ميديا بالكامل، وتوجههم لليوتيوب، واليوتيوب توجههم للبلوج. الاحترافية الاكتر من كده انك تستغل وجود السبسكرايبرز او الزوار عندك في البلوج وتعمل كونفرجن بشكل ما. هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب اكون افدتكم معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد معلومة. معادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم محمود، قناة ماتريكس 219، ولا اله الا الله.